حسن، وهي دي مشكله الفرق الكبيره لما تلعب فرق في نهايه الدوري. خد بالك، اول الدوري بيلعب اخر الدوري، المتصدر بيلعب المتزيل، فدي نقطه. الطبيعي ان انا وانا متصدر المسابقه وداخل سهل جدا ان انا اكسب، ده عيب نادي الاسماعيلي. فضل برضو من كلام كابتن وليد، الاسماعيلي دايما متعود ان هو يلعب بشكل سريع ويبتدي بدايه قويه، النهارده بادئ بدايه هاديه جدا ودخل الرجاء المباراه. هاخد حته من كلام كابتن وليد عجبتني جدا، متصدر بلعب متزايل الجدول. عندك اللي مصعب مباراه الاسماعيلي، لو اي مشاهد دخل ما يعرفش الاسماعيلي لابس ايه ولا الرجاء، هيقول لك الرجاء هو الاسماعيلي. ان انت المباراه انا شايف ان الرجاء دي صبر، احنا اشدنا بيه كتير جدا سيباستيان دي صبر، ان هو بيعمل بيغير تكتيك كتير جدا. النهارده بيلعب باثنين ديفندرين، لو بصيت على كل مباريات المباريات الكبيره قدام الاهلي والزمالك لعب بثلاث ديفندرات عشان يمسك الملعب نص الملعب ويعمل الهجمه المرتده اللي رجاء النهارده بيعمله. رجاء النهارده موقف اربعه صح، وبيلعب ورا باكين الاسماعيلي، وبيعتمد على السرعات، وعلى طول احنا الحالات كلها لو جت هتلاقي كلها هجمه مرتده هجمه مرتده هجمه مرتده. اللي مصعب النهارده المباراه هو يعني بص على طول اول ما بيقطع الكره بيلعب هجمه مرتده. اللي مصعب المباراه النهارده كابتن احمد العجوز واحمد الجمل، ان هم لعبوا في الاسماعيلي وعندهم خبرات كبيره. اي كره بص هتلاقي على طول ايه بيستلم ويلعب على طول ورا بهاء مجدي او محمد ابو المجد، ده خطوره الرجاء. العواد زي ما كابتن وليد قال، عواد اما يبقى عندك قيمه وجون بيلعب ليبرو بالطريقه دي ده كريدت ومهم جدا، بس هل هيستمر؟ دي ما فيهاش اوفسايد، لو عواد ما كانش طلع انفراد على طول، انفراد وهدف. فالاسماعيلي لازم سيباستيان دي صبري يغير التكتيك بتاعه، لازم في اصابه جت طبعا محمد ابو المجد فهو اضطر يعمل تغيير اضطراري، ولكن لازم يغير التكتيك بتاعه. ان في دلوقتي نقطتين، هل سيباستيان دي صبري هيغير التكتيك بتاعه فيقدر، وده دور المدرب ان هو يساعد اللعيبه جوه الملعب، ولعيبه الرجاء هتقدر تحافظ على الشوط الثاني بالتنظيم ده؟ هي دي مشكله على فكره الفرق الكبيره، الفرق الصغيره اللي هي زي الرجاء والنصر والاسيوطي، اللي هم ما عندهمش خبره، انا قصدي ان هم قليلين في عدم الخبره. دايما خطوره الرجاء في الباكين، دايما خطوره الرجاء ان هو النهارده كابتن احمد العجوز عامل حاجه يعني حلوه جدا، موسع الملعب في الناحيه الهجوميه، يعني دايما هتلاقي خطوره الرجاء اول ما بتقطع الكوره بيلعب خلف الباكين هجمه مرتده، وكابتن وليد قال ان في حاله فعلا ما فيهاش حاجه، دي كانت انفراد. فلازم على طول دلوقتي، انا متعود على سيباستيان صبر ان هو تكتيكيا فلكسبل، هل هيقدر بقى الشوط الثاني يعمل كده؟ طيب هنعرف الشوط الثاني هما الاثنين هيعملوا ايه، الاثنين مديرين فنيين بس بعد الفاصل.